كان المفروض يكون معنا ضيف تاني النهارده في الحلقه، الاستاذ ماهر مقار، المحامي بالنقد والمستشار القانوني، عشان يكتمل حوارنا عن هذا الموضوع، لكنه يعني لظرف طارئ اعتذر عن الحضور، ولكن هو معنا الان على التليفون. معي ومع حضراتكم الاستاذ ماهر مقار، المستشار القانوني والمحامي بالنقد. مساء الخير يا استاذ ماهر. مساء الخير يا دكتور. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ ازيك يا فندم، الحمد لله تمام. قول لي العلاقه بين المحامي والموكل شكلها ازاي النهارده، وكان شكلها ازاي من سنوات فاتت؟ اختلفت كتير، لان العامة الناس في العموم دلوقتي بقت عرفت قيمة وجود المحامي، واحنا كنا عايزين نتكلم مبدئيا على وجود المحامي زي ما الشرطة النهارده بتحاول تكافح الجريمة قبل ما تحصل. احنا برضو عايزين نوصل للناس أهمية وجود المحامي، مش شرط لما تحصل المشكلة او تحصل احتياج ليه في موقف معين قانوني. عايزين نتكلم على ان ما ينفعش النهاردة انا بفوجئ بموكلين بيقولي كاتبين عقود، انت راجل مهندس انشائي بتكتب عقد ليه؟ فعايزين نتكلم على ان الموضوع النهاردة بقى بعد المطالبات القضائية اللي وصلت 11% زي ما سيادتك عارف من قيمة النزاع. يعني النهاردة لو النزاع في موضوع على شقة بمليون جنيه ولا حاجة، لو القضية دي خسرها تقريبا بيدفع 110 ألف جنيه مطالبة قضائية بعد خسارته القضية. فمن هنا المحامي لازم يتعرض عليه الموقف بالكامل، عشان في احتمالية لخسارة القضية، وحتى في رفع القضية بقى في تكلفة عالية لأنها بقت قيمة من النزاع نفسه زي ما سيادتك عارف. فلازم الأول نرجع للمحامي في الجزء الخاص بالاستشارات، مش لازم يبقى الموضوع المحامي لما يحصل مشكلة. يعني تقصد تقول أن يجب على الموكل أن يستشير المحامي قبل أن يوقع عقدا أو قبل أن يدخل في نزاع، يستشير بالظبط من قبل ما تحصل المشكلة، مش لازم تحصل المشكلة عشان يرجع للمحامي. دي الثقافة اللي عايزين ننشرها الفترة اللي جاية، لأن الموضوع بقى مريب، لأن النهاردة الـ 11% المطالبة القضائية دي بقت رقم مرعب بالنسبة للناس. طيب. وفي نزاعات أرقامها بتكبر عن كده، لو في نزاع بـ 5 مليون تلاقي المطالبة القضائية بتعدي الـ 550 ألف جنيه لو خسر القضية. فالمحامي أصلا يقول القضية تترفع ما تترفعش، لأن الأوراق هل هي كافية؟ هل موقفك مظبوط؟ هل في احتمالية لكسب القضية بالشكل الواضح ولا لأ؟ وكمان بعد ما بيخسر القضية كمان ممكن الطرف التاني يرجع عليه بالبلاغ الكاذب، يرجع عليه بسوء استخدام حق التقاضي. النهاردة بقت القضاء في الجلسات اللي بيسوء استخدامه حق القضاء بيوصل لغرامة زي ما سيادتك عارف من 5000 ل 10000 وبتتطبق. فالنهاردة ما بقاش ينفع فيه التصرف بدون محامي. فأقل الأمور يضمن الموكل منين صحة الاستشارة اللي خدها من المحامي؟ يعني انا مثلا رحت للمحامي، على فكره انا محامي، عشان الناس بتشوف البرنامج ما بتقول ده مش محامي. لا ازاي الاعداد بيقولوا لي انك محامي. بيروح الموكل للمحامي بياخد منه الاستشاره، احيانا او في الغالب العام تبقى شفهيه، يضمن منين صحه هذه الاستشاره؟ طبعا المحامي اللي هو هيلجا له لازم يبقى محامي خبره في المجال، ومش شرط ومش لازم يبقى المحامي في المطلق، لازم يبقى متخصص في الجزئيه دي. احنا عندنا كمحامين كلنا متخصصين في امور معينه، في محامين مشهورين بالجنايات، في محامين مشهورين بالدعاوى المدنيه والامور التجاريه، في محامي متخصص في قانون التجاره بس. فطبعا لازم نرجع لاهل الخبره في الموضوع دوت اولا، ثانيا الثقه، لان المحامي النهارده يمكن انت الموضوع يختلف شويه عن الدكتور او المهندس، هما كلنا تحت فئه الاعمال الحره، ولكن المهندس ممكن انا اروح لاي مهندس ما اعرفوش، لان الموضوع عشان المحاماه الاخص رساله، الرساله اللي بيقدمها المحامي، وهي طبعا اللي بيفرضها عليه الاخلاق المهنيه والاخلاق الشخصيه. يعني انا حتى كنت كاتب على الموقع بتاعي ان قبل ما نمتلك الخبرة كنا نمتلك الأخلاق، فدي مهمة لأن دي سمعة في الأول وفي الآخر. إمتى بتتنحى عن قضية؟ يعني إمتى الأستاذ ماهر مقار يقرر التنحي عن السير في هذه الدعوة أو هذا الدفاع؟ أولا لو ليس له حق في الدعوة اللي هو جاي يتكلم فيها، ثانيا لو الموضوع اللي هيترفع ما هواش مجدي، ثالثا لو علاقتي بيه مش طيبة أو ما هواش بالشكل اللي أنا، لأن التعامل لازم يبقى على نفس المستوى، إذا كان هو المفروض يبقى واثق فيا أنا برضو المفروض أبقى واثق فيه.
فمن هنا بتتحدد الشكل العلاقه في الاول خالص، هل هي هتسمح بالتعامل ولا ما تسمحش بالتعامل من كلا الطرفين. بتشوف المحامي بيقدر اتعابه ازاي؟ يعني تقديره للاتعاب، ايه المعايير اللي بيقدر عليها المحامي اتعابه؟ المعايير على حسب طبعا، اولا الموضوع اللي بيتعرض عليه، ايه هو الموضوع اللي بيتعرض عليه، من هنا بتحدد الاتعاب، هل هي جنحه، جنايه، بتختلف، هل هو موضوع مدني، دعوه، مطالبه، من هنا بتتحدد شكل الاتعاب. والاتعاب اللي هي عليها تعليق برضو، في ساده من الساده كثير من الزملاء المحاميين بياخدوا جزء ويبقوا جزء، لا الموضوع ده برضو انا بختلف فيه شويه، لان النهارده انا لو رحت كشفت يعني هو بيبقى مستني نتيجه، النتيجة لا تعلق عليه. هو ما بياخدش الجزء الأخير، تاخد بالك، هو كمان بياخدوش. وما بياخدوش تقريبا بنسبة كبيرة، حتى لو هو حقق النتيجة اللي هي المطلوبة. فلذلك الاتفاق في الأول لازم يبقى مبرم بشكل كويس جدا. النهاردة كمان بقى في مشاكل بنقابلها واحنا رافعين القضايا، ان احنا يحتم على كل محامي دلوقتي ما يستلمش ورقة من الموكل إلا لما يوقع عليها الموكل إن هو أصله هو مسؤول عنها مسؤولية كاملة، لأن النهاردة عقد بيبرم في غيبة عني، وفي الآخر بيجي العقد ببدأ أستخدمه ويتداول بيه في القضايا وفي المحاكم. ممكن أنا بنضم لك في الحكاية دي، إنه أمضيه إنه أسلمني هذا العقد، أنا بنضم لحضرتك في القصة دي يعني. وبالذات لو كان طبعا شيك أو شيكات أو إيصالات أمانة أو تيفر، أي نوع من المستندات، بالذات إيصالات الأمانة وبالذات العقود اللي فيها أرقام كبيرة لازم نضمن كده، ولازم نضمن الأتعاب بعقد برضه. وطالما العلاقة بدأت بورق زي ما أنا بقول، هتفضل ماشية طول الفترة بورق، يعني ما أقدرش أستلم ورقة واجي اسلمها له انا من غير ورقه، لا انا استلمتها بورقه واسلمها لك كمان بورقه انك استلمتها مني عشان اخد مسؤوليتي. استاذ مائل مقار، المستشار القانوني والمحامي بالنقد، شكرا جزيلا لحضرتك.